حسن إنسان طبعا بسيط، و أنا أحب أكتشف الحياة عن طريق الفن، عن طريق عدة ممارسات، يعني ضمنها الرسم والتصوير الفوتوغرافي والتعبير بطرق مفاهيمية اللي أنا أحسها أقرب لنفسي. يعني طبعا مريت بأمور كثيرة في الحياة، طبعا ضمنها مرحلة الدراسة والعمل والأسرة، وطبعا تأثرت بأشياء كثيرة حوالينا، من ضمنها الأمور السياسية والاجتماعية اللي تصير في المجتمع أو بشكل عام في العالم. يعني الفن، حبيت الفن لسبب أنه أداة تعبيرية حقيقية، وحسيت أني أنا متمرس فيها أكثر من الأدوات الثانية. طبعا من الصغر، من كان عمري 14 سنة إلى 15 سنة، اكتشفت أني أقدر أعبر عن طريق الفن، يعني وما أعتبر أنها هي ممارسة لمجرد أن الواحد يشتغل أو يلون أو يعمل أشكال تعبيرية أو هندسية، من كثر ما اكتشفت أن هذا العالم قريب مني، صار صاحبي، صديقي. يعني الفن نوع من الصحبة، أنا أعتقد أنها صحبة جميلة، وطبعا تستمر إن شاء الله معي إلى ما أنا عايش. يعني هي طبعا أمور، يعني هي مراحل، أنا أيضا أقول أن أشياء تغيرت. يعني لما كنت في عمر 20 كنت أحب المغامرة والسفر، الحمد لله يعني على عمر 22 حاولت أن أوصل وأكمل دراستي. هي أنا أقول أنها دراسة في نفس الوقت مغامرة، كانت أن أنا أكتشف العالم الثاني. رحت الحمد لله لأمريكا وقضيت فيها 5 سنوات من حياتي، يعني واستمتعت بالمدينة أكثر شيء، واستمتعت بالكلية اللي درست فيها فن، واستمتعت بالمجتمع، واستمتعت بأصحابي اللي حوالي والمدرسين يعني الجنسيات الثانية اللي كانوا معي في الجامعة. يعني مرحلة كانت صراحة كثير مهمة، محطة جيدة وراسخة كانت، ثبت على أشياء الحمد لله. لما رجعت منها تغيرت بعض المفاهيم عندي، وحبيت الحياة الأكاديمية أيضا فترة من الفترات. وبعدين طبعا ايضا قسمت وقتي للعمل والفن والاسره والاصحاب والسفر. طبعا السفر ايضا من الاشياء اللي تثيرني كثير، والوحده ايضا من ضمن الاشياء اللي انا احبها، ان انا التزم في المرسم. يعني ما دائما لما اكون في الاستديو ارسم، ممكن اقضي وقتي اكتب مقطع او افكر في موضوع معين تاثرت فيه، لأن المواضيع، يعني القنوات والمشاهد اللي نشوفها أمامنا الآن مؤثرة بالفعل، تأثر على أي إنسان، ما بالك الإنسان الحساس، يعني اللي يتأثر بمواضيع المواضيع اللي في العالم والأحداث اللي تصير فيها. طبعا ما كلها طبقتها في الفن، الأشياء اللي جسدتها في الفن أكثرها كانت المتغيرات اللي صارت في عمان، لأن طبعا عمان مرت بمراحل كثيرة. نتكلم عن التطور، ونتكلم أيضا عن الأشياء، الإرث القديم اللي بقى هنا، والتمدن أزاحه شوية عنه. طبعا أنا أقول حضارة كثير مهمة، والتطور مهم، والبنية الأساسية أيضا كثير مهمة، بس في الأشياء القديمة اللي أثرت فيني، الماضي الجميل، المدينة اللي عشت فيها، عاصرت أشياء. أنا أعتقد هالفترة، فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، هي فترة كثير مهمة على مستوى العالم، لأنها دخلنا في الحياة، عشنا الحياة التقليدية، ودخلنا في طفرة التكنولوجيا، والآن نحن عايشين في القرن 21، طفرة في التكنولوجيا. أنا أعتقد أنا شخص عشت هذه المنظومة كلها، بعكس أنا أعتقد أجدادنا ما عاشوها، لأن عاشوا حياة واحدة نمطية كانت. نحن دخلنا في متغيرات بسيطة كانت، ودخلنا في التكنولوجيا، دخلنا في التمدن، طبعا ثورة من التكنولوجيا، دخل علينا النفط، يعني أشياء كثيرة تغيرت حتى في سلوك البشر. يعني أنا ما أقول يعني حضارة حقيقية كانت، وأنا أعتقد المستقبل القادم مستقبل جميل راح يكون إن شاء الله. يعني أعمالي مثل ما ذكرت أنها أكثر شيء ترجع للماضي. المستقبل ما فكرت فيه كثير، لأن المستقبل ما أقدر أقول أنه مبهم،
إن شاء الله يكون يعني هو واضح، بس الواحد أيضاً المستقبل متغير، الماضي ثابت، فالثوابت أثر فيني أكثر من يعني المستقبل أو المتغيرات اللي ممكن تجي. وأنا ما أيضاً يعني المخيلة مهمة للفنان، أن الواحد يتخيل. الخيال دائماً نربط عناصر من الماضي فيها وعناصر من المستقبل، وتتكون ونكون منها جزء أو مفهوم فني، يا يكون بشكل يسمونه مسطح على اللوحات أو بشكل مفاهيمي نستعمل فيه بعض الأدوات الحديثة أو من الكاميرا والفيديو وما شابه يعني. هم كثيرين في الفن من المؤثرين. هي قضية المدرسية هي كثير نمطية أنا أحس يعني. هو طبعاً يعني منتصف القرن العشرين تغيرت الأشياء كثير. الحرية، كل الفنانين أتاحت لهم الحرية لاختيار أدوات التعبير اللي ممكن هم ينتهجوها يعني. وأنا ذكرت قبل شوية أن المساحات مفتوحة لك يعني لكل حد، لكل فنان. وطبعا في مدارس حقيقية موجودة كانت في السابق، هي المدارس التعبيرية والمدارس الكلاسيكية القديمة. بس أنا أكثر مدرسة أنا أحس أن ارتبطت فيها هي المدرسة المعاصرة الحديثة اللي يسمونها أو نقول المودرنزم والبوست مودرنزم. هي ما بعد 1950، الفنون اللي جاءت بعد 1950 أو اللي جاءت بعد أيضا قبل، ممكن نرجع قبل الأمام بعد الحرب العالمية الأولى، مثل المدرسة الدادية وبعدها الفنانين الأمريكان اللي اشتغلوا على قضية الفن المفاهيمي والبوب آرت. زين، هم هذا المدارس اللي أثرت فيني. وفي نفس الوقت يعني أنا أشتغل الأشياء متنوعة أيضا. أنا أرسم تجريد، أصور فوتوغرافيا، وأعمل أعمال مفاهيمية مركبة، أستعمل أدوات كثيرة، وأعمل أيضا أفلام قصيرة اللي هم البرفورمانس آرت، أشتغل على البرفورمانس. فعندي اتجاهات كثيرة يعني أشتغل عليها. هذا طبيعي يعني، أن قضية تأطير الأعمال الفنية أو قضية الطريقة البنائية لكل فنان لازم تكون واضحة. وصل الفنان بعد مرحلة من كثر ما يشتغل ويجرب يعني يصير يقلد نفسه، يعني عمل جميل هو بنفسه يعني حس انه العمل مهم، راح يحاول انه يصيغ الاعمال الاخرى بطريقه نفس العمل هذا بس بافكار اخرى. وهذا اللي راح يشجعوه اصلا على مستوى العالم يعني النقاد وكذا، انه يقول لك التوقيع ما مهم في العمل كثر ما نحن نعرف طريقتك في العمل. هذه الصيغه يعني، هذا حتى في العماره، حتى في الشعر، حتى في الادب، حتى في السياسه، هذه الاشياء مرتبطه يعني ببعض بالاشخاص ايضا وبالتيارات كلها. هذه زمان سابقا لما ترجع لتاريخ الفن الاعمال كلها كانت متشابهه اصلا، يعني ان الاعمال الفنانين اغلبهم كانوا مكلفين. اللي كانوا يشتغلوا على المدرسه الرومانسيه والكلاسيكيه والواقعيه، كل الاعمال هذه كانت تتشابه لانها نفس المدرسه هذه. التمرد جاء طبعا في بداية القرن العشرين أو نهاية القرن التاسع عشر أصلا. فقضية أن الواحد يتخذ طريقة أو أسلوب أو مفهوم، هذا الآن يعني مؤكدين عليه في القرن الحالي يعني. بس هذا ما يمنع الواحد ممكن يتمرد عن هالقواعد، لأن المجال مفتوح لأي حد يعني، أن الواحد يقدم مطروحة جديدة ويقدم فكرة جديدة. وهذا هو يعني أن الواحد يحاول يخترق عالم الفن بمفهوم جديد. الأشياء المتكررة الواحد يعني ممكن يتلقاها بشكل جيد، بس الأشياء الجديدة هي اللي تفرض نفسها في العالم يعني. دخول تاريخ الفن يعني بمفهوم الأوسع يعني طبعا ما مسألة بسيطة. بس الآن في هالعصر القرن الواحد والعشرين كثير من الفنانين العرب من العالم الشرقي دخلوا في عالم الفن وصاروا فارضين. بس أنا أعتقد بنسبة 30-40%
هذا ما كان في القرن العشرين أبدا، نادر ما كنت حصل نسبة 1% ممكن حد من هالعالم داخل في منظومة الفكرة الأوروبية، يعني في فكرة الفن في أوروبا. يعني تمرت كثير طبعا، بس كل الأشياء اللي أنا تمرت فيها كانت في قوالب أكاديمية أيضا. يعني حاولت أخلق مساحات، أتمرد على الأدوات، أخذت أدوات جديدة، استعملت البروجيكتر، استعملت يعني مواد ثابتة في العمل، استعملت الصوت، حتى قضية طرح الأفكار كانت كلها تمرد. قضية الموت طرحتها كثير في أعمالي، قضية موت الإنسان، قضية فكرة الديانات، هذه كلها تنصهر تحت منظومة واحدة ولا هي مختلفة، ولا قضية الاتباع، قضية أن الواحد لازم يرسخه في ذهن الدين وأنه يتبع الدين بشكل ثابت من غير ما هو يحاول أنه يطلع قالب هذا المفهوم، هي يعني قالب ديني وأيضا اجتماعي، وصارت من ضمن العادات والتقاليد اللي انفرضت يعني تأصلت في الجذور. هذه الأشياء أنا حاولت أطلع عنها بس بشكل من غير ما تكون واضحة للناس، من غير ما أدخل في قضية يعني الأسئلة المحرجة، يعني الواحد كيف يتمرد على بعض الأشياء القواعد الثابتة. هذه قضية يعني التمرد على الفكرة والتمرد على أدوات. طبعا اشتغلت كثير الحمد لله، يعني وبعض الأحيان الواحد من كثر ما يتمرد يحاول يرجع للأشياء الواقعية مرة ثانية. أنا أشتغل على الأشياء اللي تقلقني أكثر شيء، مواضيع سياسية بسيطة في العمل، عندي عملين ثلاثة دخلت فيهم، حاولت أن أشرح قضية العولمة. أنا أؤمن بشيء، الوسائط الآن صارت أقوى عن الفن، عن اللوحة. يعني اللوحة تقدم رسالة بس ما هي بذاك القوة اللي كانت قبل 100 سنة ولا 200 ولا 300 سنة. يعني التكنولوجيا، التلفون، هذه أداة قوية في يعني في توجيه الرسائل سواء اجتماعية أو سياسية أو حتى الرسائل العادية. يعني أنا أبحث عن أشياء تقلقني أنا شخصيا، وهذه المواضيع اللي أنا أحبها، مواضيع من الماضي، من ذكريات، مواضيع دينية، مواضيع اجتماعية. هذه الأشياء اللي أنا أحاول أدخل فيها، ما أتطرق كثير لأمور يعني كونية كبيرة. يعني سبحان الله أنا يعني ما أقول لم أثر كثير، لأن أنا شخصيتي يعني غير عن صدامي في أعمالي، بس ما صدامي في أفكاري أمام الناس. يعني هالأفكار أخليها لنفسي أو لبعض الناس اللي حواليا. يعني مثلا أنا تربيت في بيت متدين، والدي رجل متدين، ما يعني أنا أحترمه كثير لأنه أبدا ما عارضني في الطريق، يعني ما قال لي ليش ترسم، وهذا أعطاني الحرية التامة، ورجل قيادي صراحة. وطبعا هو عنده طريقته في الحياة، طبعا شخصيته غير عن شخصيتي، وعايش في القالب التقليدي، وأنا متمرد وداخل في الحداثة. طبعا ما نتصال، ما أنا ما حاولت أجره لعالمي لأنه هو خلاص ما راح يتغير، ولا هو حاول يجرني لعالم، لأن عارف أن أنا شاب وعندي طموحات وأفكاري تغيرت. يعني البيت والأسرة طبعا الأطفال تأثروا كثير، يجوا معاي دائما، بس أنا ما أفرض عليهم قضية الفن، يعني هي تجي مع الحب، فنحس أنه شيء جميل وممتع. كلمة العالمية هذه يعني خلاص لازم نحن نكسرها القاعدة العالمية، لأن هي إيش العالمية؟ العالم أصبح بسيط الآن، الواحد يقدر ينتشر الآن عن طريق التلفون، ينشر نفسه وكذا. بس تقييم يعني الفن في عمان طبعا ما ممكن نحن نقول إنه تقييم عالمي، ولا الناس المنافسة شديدة أصلا في العالم، بس تتكلم على منظومة متكاملة عالمي، يعني هي ما أقدر أنا أستسهل وأقول لك وصل كيف، موضوع صعب. يعني إذا نقول وصل العالمية لازم تفتح أهم الكتب في العالم الآن، المناهج تشوفهم موجودين فيهم. يعني هذا الآن مع الزمن راح، أنا متأكد على يقين أن الجيل القادم مثقف كثير، وراح يضيف للفن العماني كثير. التجدد يأتي مع السفر. يعني أنا قبل فترة سافرت لخارج البلد لموقع،
أسبوعين بس جلست في المقاهي وبس عشان أقرأ وأفكر يعني هنا، لأن كثير أشياء كثير تشتتني، من ضمنها العمل والوظيفة ويعني الأشياء الاجتماعية الكثيرة هذه اللي في البلد يعني، وزحمة الوقت فبعض الأحيان لما أطلع خارج البلد أحاول إني أفكر صح. وطبعا هذه الأفكار ما تأتي كذا، تأتي من ضمن الأشياء اللي نعيشها، الحياة اليومية اللي أعيشها في البلد هنا تنتقل معي هناك، لأن المخزون الفكري الأشياء اللي تتخزن في الذاكرة تطلع وترجع، مثل ما قلت أنا سابقا إن هي أشياء يعني موجودة تجي من الماضي، يعني الماضي اللي كان أمس واللي قبله فبهالطريقة أنا أحاول أجدد وأبحث عن مواضيع جديدة. ودائما الأشياء اللي نقع فيها قضية التنفيذ، يعني أفكر كثير وأدون كثير، عندي كتب مدونة يعني كثيرة من كثير من الأفكار اللي أحس لو نفذتها كانت راح يعني تعمل نقلة نوعية أيضا في الساحة أو تضيف شيء، بس دائما ما أنفذها كثير، يعني في السنة أنتج 3-4 أعمال كبيرة يعني. والأشياء الثانية الروتينية نقول هي الرسم، يعني كثير لما أكون في حالة قلق رسم كثير يساعدني أن أسترخي أو أطلع الطاقة اللي عندي في اللوحة. أنا عندي يعني عدة مراحل، في كل مرحلة أحب عمل ولا عملين، أحس أنهم أنا عندي عمل الأمير الصغير المعروض في متحف الشارقة، أحس أن هذا أهم عمل، أهم لوحة انتجتها، وهذيك المرحلة كانت مهمة أيضا لأن مريت في لما كنت يعني المرحلة الأخيرة من الدراسة ومن ضمن أعمال مشروع التخرج. يعني عمل كان فيه نضج أنا حسيت، وعندي عمل ثاني بالإنجليزي دريم الحلم، اللي هي مشروع متكامل كان كنت أصور أو أحاول أن أوثق الأحلام، يعني هي العمل عبارة أنك تدخل غرفة فيها مساحة وفي سرير وأنا نايم على السرير عن طريق طبعا الفيديو، أوثق الأحلام اللي أحلمها بطريقة طبعا يعني بشفافية، فتدخل الغرفة تشوف أنا نايم في حالة قلق، فالأشياء اللي تأثر فيني والأحلام تظهر في الشاشة، فالمشاهد لما يدخل يعني يحس بالعمل أكثر لأنه إيش يشوف ويسمع ويلمس الأشياء اللي موجودة في الغرفة، فتأثير أكبر عن اللوحة هذه. هذا من ضمن الأعمال اللي أنا كثير أحترمها وأقدرها، أحس أنه مشروع متكامل. أنا أتمنى هذا العمل مثلا ينعرض في متحف إن شاء الله، لو صار في متحف عندنا في البلد متحف للفن المعاصر ينعرض فيه، لأن الأشياء اللي احنا عاصرناها هنا مهم أنها تتواجد في متحف. أنا أتمنى أن مؤسسات تظهر كثيرة في عمان، وأتمنى شوية من الناس اللي يحبوا فن يحبوا الفن من يعني من التجار أنهم يعني يحاولوا أنهم يعملوا مؤسسات حقيقية أو صالات عرض. يعني احنا الآن نصور في مؤسسة هي تابعة لمؤسسة سركال الثقافية، صراحة أشكرهم على دعمهم، عملوا مؤسسة حقيقية، صالة مدعومة يدعموا الفنانين العمانيين الواعدين، وطبعا عندهم برامج محلية وخارجية، مؤسسة مدعومة منهم. أنا أتمنى مثل هالمشاريع تظهر في البلد أكثر، على الأقل شوية نخفف على الدولة، عبء على الدولة، هم يتحملوا جزء من المسؤولية. أتمنى متحف الفن المعاصر، أنا أتمنى الإنتاج اللي ظهر في عمان في بداية السبعينيات للآن على الأقل يكونوا موجودين في متحف. وطبعا أحلام كثيرة الواحد يتمنى الكثير، يتمنى يشوف مشاريع حقيقية يعني على صعيد الفن والموسيقى، على صعيد جميع القطاعات، يعني نتمنى التنمية بشكل عام، لأن كل الأشياء مرتبطة مع بعض، يعني الاقتصاد مرتبط بالفن، الفن مرتبط بالاقتصاد، هذه كلها منظومة متكاملة. إن شاء الله أتمنى نشوف أشياء حقيقية يعني ثوابت. أنا دائما أوجه رسائل لأشخاص أثروا فيني، بس أيضا
هالرسائل منظمة في أعمال فنية. على صعيد الفرد الحمد لله يعني أمور متيسرة وقادرين بعدنا شبابنا نعطي ونفكر ونجدد وكذا. نتمنى على صعيد المنظومة الكبيرة أن يعني الأشياء تظهر أكثر يعني تبلور. هذه فرصة جميلة ويعني أنا أحييكم يعني على توثيقكم لبعض يعني الأفكار، أو يعني هذه أنا أعتقد مرحلة تاريخية لكل حد، يعني على الأقل وثقتوا جزء من حياتنا كفنانين، تحدثنا على الأقل تكلمنا شوية، ويعني راح يكون يعني إن شاء الله معروض وكل حد يمكن يستفيد منه يعني إن شاء الله في المستقبل يعني.